من أين يطول الإنسان؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة. وسؤالنا: من أين يطول الإنسان؟ أو كيف يزيد طول الإنسان بشكل عام؟ أعزائي، كما نعلم بأن جميعنا ننمو بشكل عام، والذي يعود ذلك إلى إفراز هرمون النمو بشكل كبير. ولكن كما نعلم أعزائي بأن زيادة الطول وزيادة النمو هي أمر بسيط كالتالي: عندما يتم إفراز هذا الهرمون ينمو أو تنمو جميع أنحاء الجسم بأكملها. فنلاحظ عند عملية الطول يزداد كل شيء داخل جسمنا وأجسادنا، فتطول أيدينا، تطول أقدامنا جميعها بشكل متساوي، وذلك الفضل لهرمون النمو.